بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض طوس، السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا وتحيته وسلام، السلام عليك وعلى آبائك سبحة وأبنائك الأرباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.